واش في خبارك ان المغرب قاطع دوره مصر 1974؟ الا بغيتي تعرف علاش خليك معايا حتى الاخر. سنة 1973 سافر المنتخب المغربي إلى الكونغو الديمقراطية لمواجهتها في إطار إقصائيات كأس العالم اللي تنظمت في ألمانيا الغربية آنذاك سنة 1974، وكان المغرب مرشح للفوز بحكم أنه شارك في كأس العالم 1970 والألعاب الأولمبية سنة 1972، ولكن المفاجأة كانت خسارتهم ثلاثية نظيفة أمام البلد المضيف. وبحكم أن المباراة كانت حاسمة للتأهل إلى المونديال، فإن منتخب الكونغو الديمقراطية لجأ لجميع الطرق للفوز، بما في ذلك استعمال الضرب والعنف في حق اللاعبين المغاربة، لدرجة وصلت بحكم المباراة لاحتساب هدف بعد أن تم الهجوم على الحارس المغربي أحمد الشاوي ودفعه إلى داخل المرمى وهو هز الكرة بين يديه. قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رفع شكاية إلى الفيفا والمطالبة بإعادة المباراة، لكن الاتحاد الدولي رفض هذا الطلب، الشيء اللي دفع المغاربة للامتناع عن مباراة الإياب، مما فسح المنتخب الكونغو الديمقراطية المشاركة في المونديال. وللأسف تلقوا أقصى هزيمة في تاريخ كأس العالم أمام منتخب يوغوسلافيا بـ10 أهداف مقابل 0. وصل احتجاج الجامعة المغربية على الاتحاد الإفريقي لمقاطعة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت بمصر سنة 1974. وكانت هذه الحلقة ديال اليوم من كبسولة الكان، تلاقوا في الحلقة الجاية.